كلمة ربة المنزل دي ان هي تربي ده غلط. اوكي. تالت نقطة تسهيل منظومة الطلاق من خلال الافكار، من خلال القوانين، من خلال الاجندات الخاصة، وبالتالي هتعملي حالة عن العزوف عن الزواج او كره منظومة الزواج. اصلا لما اشوف اللي قدامي كل شوية اي حد من اللي جنبي بيتطلق، لا طب انا جوز لي اصلا. اصلا هو قلت اصلا دلوقتي كل متخاف من منظومة الجواز. رقم اربعة ظهور كيانات الفيمينست. شوفي الكلمة دي تحديدا الفيمينست. الفيمينست دي متداولة دلوقتي. الكلمة دي موجودة في الكتاب بالملي من 28 سنة اللي احنا النهاردة عايشين فيها. وظهور بعض المؤسسات الممولة اللي ليها أجندة خاصة اللي بتشتغل على كاركتر المرأة وتدمير الأسرة العربية. ده المحاور الأساسية. الفيمينست ده ماشي عشان ثقافتي. الفيمينست دي اللي هي دلوقتي طالعة الست اللي بتقول لك أنا سترونج وومن وإندبندنت وومن وأنا مش محتاجة للراجل والكلام ده كله. لوحدها. فتخيلي كتاب من 28 سنة بتتكلم لوحدها. مكتوب كده بيحكي لك اللي احنا فيه دلوقتي. اذا احنا مش في ظاهره صدفه. طيب احنا وصلنا لده ليه؟ شوفي لما يكون عندك دلوقتي المجتمع المصري نسبه الطلاق توصل ل 44% والسيد الرئيس يتكلم عنها. طبعا. وعندك اطفال اصبحت مشرده ما بين اب وام، ما بينهم مصانع الحداد. ومحاكم الاسره مكتظه بقضايا الطلاق والخلع. تمام؟ وعندك اعلام وسينما وبرامج ومسلسلات واغاني بتزرع افكار مغلوطه في دماغ كل الناس كبار وصغيرين وشباب. خليني اقول لك احنا ال10 سنين اللي فاتوا دخلنا